يا غبي في ايه؟ ايه يا ابني انت فين؟ انا خارج من المركز اهو. معلش ما كنتش عارف ارد عليك عشان كنت مخرج الحاجه من المركز ومخلص الورق. طيب مش مشكله مش مشكله. انا شفتك خلاص شفتك. الحاجه معاك؟ الحاجه موجوده جوه الترولي ده. الحاجه كلها في الشنطه السوداء اللي بطلعها دي يا دكتور. في ورقه مسجوقه على الحاجه بتحويل من المركز عندنا للمركز الجديد. كده البويضات اتوقفت بشكل رسمي عندنا في المركز وتحولت للمركز الجديد يتم تكميلها هناك. اي حد هيعرف حاجه عن الكلام ده يا دكتور انا هحبسه هتسجن. الاربع بويضات محفوظين جوه نيتروجين. اهم حاجه ما تقفلش الغطاء عليهم جامد بس لازم يثبت كويس عشان اي خبطه ممكن ينفجر. وخلي بالك يا دكتور قدامك ساعتين ولازم تكون وصلت للمكان الجديد. فات منهم في حدود النص ساعه عقبال ما ظبطت الدنيا وخرجت لها. يعني كده فاضل بالكتير ساعة ونص. أي تأخير معناه اللي جوه راح. أيوة دكتور خالد. الشوارع زحمة أوي أوي. مش عارف أخرم من حتة مفيش. طب حاول تنجز وأنا في انتظار. هحاول عارف. طيب يلا. استنى يا حبيبي استنى عديني بس. أيوة. ماشيين حلو. ايه انا مش فاهم في ايه هو في ايه حادثه قدام. انت شايف ان في حادثه؟ في حادثه قدام. يلا بقى. عايز ايه دلوقتي؟ ايه؟ بقول لك ما انتش ماشي غير لما تصلح العربيه. مش انا اللي عربيتي بقول لك. وانا بقول لك ما انتش ماشي. ممكن نرجع شويه؟ مقفوله مش هنعرف نتحرك. نرجع مقفوله حادثه. ليه لا؟ لازم نعمل حاجه. ما انتش ماشي يا ابني. انت فلوس عندك بس. لحد ما الظابط يجي. ما انتش ماشي الظابط يا حبيبي. وانا بقول لك ما انتش ماشي. انا دكتور ولازم اوصل مستشفى. ما ينفعش العربيتين مش همشي لما الحكومه تمام. عربيتي باظت. والله بسيطه ما فيش. والله